هذه امرأة تسأل: جاءت تؤدي عمرة ونزل عليها دم لمدة 12 يوما وأحرمت في أبيار علي وهي عليها دم، وجاءت إلى مكة، هل تؤدي العمرة بعد طهرها على هذا الإحرام؟ نعم، إذا أحرمت المرأة وهي حائض إحرامها صحيح، أو أحرمت وهي طاهر ثم جاءها الحيض بعدما أحرمت فكذلك إحرامها صحيح، الحيض لا يؤثر على الإحرام، فتبقى في إحرامها وتلتزم بترك محظورات الإحرام إلى أن ينقطع دمها وتغتسل من الحيض، ثم تؤدي مناسك العمرة، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. نعم، ولا تحرم مرة ثانية لأنها محرمة من الميقات، إحرامها صحيح وهي حائض.